فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. ذكر الإمامة والجماعة إمامة أهل العلم والفضل. نعم، روى المصنف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال: لما قودي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: نعوذ بالله أن يتقدم أبا بكر. الله أكبر. شوف هنا يقول إمامة أهل الفضل والعلم. الحق أن نقول أولا ما حدث في الصحيفة في السقيفة، سقيفة بني سعيدة، لما جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: أدرك الناس. قال: ما بهم؟ قال: اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة ينصبون سعد بن عبادة للإمارة. والخلافة كما قال علماؤنا الخلافة، نعم، هي الخلافة في الخلافة في قريش. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه عندما عرضهم في ذلك وقالوا: من أمير منكم أمير؟ قال لهم: الخلافة، نعم، الخلافة في قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في قريش، ومن نازعهم فيها أكبه الله في النار. الخلافة في قريش ومن نازعهم فيها أكبه الله في النار. وهذه فيها دلالة أيضا واضحة، يعني على أن الأصل فيها التقريش شرط في الوجوب ليس شرطا في الصحة. المقصود من هنا بأنه لما قالوا ذلك وقال لهم أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في قريش من نزعهم فيها أكبهم الله في النار. بعضهم قال: منا أمير منكم أمير. قال له عمر بن الخطاب: ألم تعلم بأن النبي قدم أبا بكر في الصلاة؟ من تطيب له نفسه منكم أن يقدم على أبي بكر؟ قالوا: ليس أحد منا تطيب نفسه أن يقدم على أبي بكر. شوف يعرفون الفضل أي الفضل. هذا عجيب جدا. يعني الآن هجمة شرسة على رجل من أهل الدين قد أحسن وعلى الأقل جلس سنوات يدعو إلى الله جل وعلا، يدعوهم إلى الله جل وعلا. وكثير من الذين يعني قد التزموا أو اهتدوا، يعني والذين أيضا كانوا كنا انتقبنا بسبب يعني هذا الوعظ الطيب الذي كان يفعله، هجمة شرسة عليه، لم يقفوا بجانبه. أول من يعني عند أول محطة في القطار أول من ثار عليه هؤلاء. طبعا هو لأنه أنا كنت أرى خطأ في الإعلام الإسلامي في هذا الباب، أنه لا يؤسس ولا يؤصل ليخرج النقاوة. ما زال النخالة موجودة، والنخالة موجودة. يعني من أعجب ما قرأت في طبعا في ناس عندهم بلاهة عجيبة، بلاهة مضحكة مبكية. يعني لما يقال: يا جماعة الخبر كاذب، خبر كاذب الرجل، ما خبر كاذب؟ واحنا بنتكلم على خبر الكاذب يا ابن الحلال، ولا بنتكلم على أي خبر، بنتكلم على طبيعة معينة بيتكلمون فيها على رجل عاش ظهرا يعمل لدين الله، وبعدين في مسائل شؤون شخصية له، شؤون شخصية، ودعنا من هذا، يعني شؤون شخصية. وبعدين الرجل ما أتى حراما وما فعل إلا الحلال. فترى طبعا هؤلاء القوم، أنا ما أقول باللازم، طبعا هؤلاء القوم إن كانوا يفقهون النبي فعل ذلك، أنتم تتعظون أيضا في النبي، أليس هذا تشريع الله جل وعلا؟ لو كان الأمر على الخصوصية لقلت ماشي خلاص الأمر خاص. هذا الذي حدث من رجل سعودي يظهر أنه رجل يعني متحمس جدا ومتحفز جدا وعنده جهل مركب، فقال قولا فصلا، يعني فصل الخطاب. هذا بلغوني عن هذا الكلام، قال: هذا الخارجي، ما أنت، هو لا يفهم أصلا شيء. وبعدين قال: أنت يعني الذين يقولون بأن النبي فعل ذلك تستجهلون، أليس الأمر على صديقه الحميم؟ وهذا هو ما فعلاش غير مرة واحدة. أنت وش تريد؟
هو اصلا دي خاصه بالنبي ام ليه؟ انا ساضحك من 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 الجهل فقط، هذا يؤذيني على الجهل فقط. يعني طب عمر بن الخطاب فعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب كان كبيرا جدا وتزوج بام كلثوم بنت علي بن ابي طالب، يعني كان هذا مستقرا في صدور الصحابة الكرام. لكن سبحان الله، لا حياة لمن تنادي، لما ترد الحقل الذي أنت تعلم أنه يعني حقل ملتزم وترى فيه هذا الخواء والفضاء وترى فيه البلاهة وترى فيه ضعف العلم وترى فيه يعني بعض الأهواء والأحقاد، لأنه وما ترى أحد يسرع في وينتهض وتنتهض همته في الدفاع عن رجل من أهل الدين، أنت يعني هذا أيضا مؤسف جدا، مؤسف جدا. إذا ما من هؤلاء؟ أين 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 الحقل المسلم ولا الملتزم؟ ولا المسألة قد أرانا الله إياها مما حدث قريبا، يعني ما حدث لنا من السنوات هذه. وطبعا جاءت الفتنة فعصفت بنا. أنا كما قلت والله أقع فيما لا كنت ما كنت أتصور أنه حتى يمر على عيني، مش يمر على ذهني، يمر على عيني، ولكني بشر من البشر، وأسأل الله على العودة السريعة إلى ربنا جل في علا. لكن البكاء كل البكاء على أمثال هؤلاء الذين لا يفقهون شيئا ولا يعرفون ويعرفون بما لا يعرفون. وقام قائمهم الشاعر الكبير والجهبز المنير وهذا النخل الطويل، ومش عايز أقول يعني كلام آخر في ذلك. يقول وانتم دفع رجل على أنه هو الدين. يا رجل يا رجل يا أذكى من أنجبته أمه. يعني الرجل الآن لما الرجل حمل الدين، نحن نعم ندافع عن الدين في هذا الشخص على أنه حمل الدين. طالما هو يحمل الدين فوجب علينا ماذا نفعل؟ وجب علينا أن ندافع عن الدين في شخصه، ونقول ما لكم وله، ما لكم وله. وانظروا حتى لو نقول فعل حراما، إيش اللي بيحدث؟ أليس منكم النصح؟ يعني لما تجعلون لهؤلاء العلمانيين الذين يحاربون دين الله جل في علاه بهذا الكلام؟ أليس هؤلاء الذين ينتقدونهم هذا الانتقاد زمروا وطبلوا، وكان التسقيف وكان التصفير وكان الكلام الجميل بأن على رجل مغني عندنا في مصر اسمه عمرو دياب، أعتقد تزوج بنت أيضا هي أقل من بنات يعني من بناته، وكل التعليقات التي جاءت كلها تعليقات رائعة راقية. هذا الكيوت وهذا، ما أنا مش فاهم يعني كيوت، والله ما أعرف يعني هذا الكيوت وهذا، يعني عرفت مؤخرا بعد ما سألت الدكتور أيمن أو سألت من يتقن بس خبائر اللغة اللي نفهمها، والمسألة ما هذه الروعة، وكيف الجمال هنا والجمال هنا، وهذا الكلام والمدح وأيضا الثناء عليه أنه قد يعني قد فعل أمرا الأمة بأسرها تنتظره والأمة بأسرها تتشرف به، لأنه رجل يشيع يعني أمرا مخالفا للشرع وتراه منشغلا بأمور غفر الله لنا وله وهدانا الله إياه. لكن قيل عنه ذلك الرجل الدين لما فعل قريب من ذلك جاءت الحرب الضروس. إذن الحرب على الدين، إذن المسألة هنا، إذا المسألة فهمته الآن، والله جل وعلا يدل الناس على ذلك حتى لا يكونوا إمعات. هو الآن بقى صار الناس إلى فريقين، فريق مدح هذا وجاء الذي مدح هذا ذم هذا. لما المكيال بقى بمكيالين؟ وبعدين أنا سمعت أصلا يعني بعض الأخوات اتصلت فيها وقالت لي ما يصح أن يفعل ذلك هو وهو قدوة. طبعا أنا انهلت عليها طبعا فهؤلاء هم الذين فعلوا ذلك، الذين مدحوا هذا الرجل جاءوا فذموا هذا الرجل. هذا الذي نعيش فيه وهذه الديانة. وأنا أيضا أهيب، أين الأحزاب وأين الأخوة في الله وأين الطوائف الذين همهم هو هم الدين؟ لما تكون هجمة شرسة على أحد وإن كنت تختلف معه، ما الذي يحدث؟ أنت تتشفى فيه وتقوي أعداءك وأعداؤه عليه. والله القلب يحترق من أجل ذلك، مشكلة كبيرة جدا في هذا الباب، الله المستعان. فشوف هنا معرفة الفضل، أهل الفضل. أول ما قال لهم عمر بن الخطاب ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم
أبا بكر للصلاة أتطيب أنفسكم أن تقدمون أنفسكم عليه؟ قالوا لا والله ما نتقدم على أبي بكر. ولما قال أيضا أبو عبيد بن الجراح لعمر بن الخطاب أبسط يدك أبايعك، قال وفي القوم أبو بكر، ليته قالها غيرك يا أبا عبيدة، كيف أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر؟ أتقدم فتضرب عنقي، خير لي من أن أتقدم يعني قوما فيهم مثل أبي بكر. انظر هنا كيف يعرف لأهل الفضل فضلهم. الديانة أهم من أي شيء، الديانة أهم من أي شيء. فشوف وسط ملتزم، طبقة عندها التزام ديني، ماذا تفعل؟ ويا أخي غض الطرف حتى لو أنت وجدت عيون، دعك أن هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، دب غض الطرف عن ذلك، وكن مسارعا في الدفاع عن رجل يتمثل دينك، يتمثل في دينك، وتصدر سنين عمره وقد أعطى خيرا لهذه الدنيا وأعطى خيرا للأمة البشرية، كثير جدا منهم من التزم وانتقب على يد الرجل الشيخ. فسبحان الله، لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، فأقوام فيهم ما فيهم، لكن الحسرة والندامة على أخوة قد ذهبت وقد انهرست. ولو عاودت أحدا وقلت له، يقول ما هو يعاديني. طب حتى لو يعاديك أنت ماذا تفعل معه؟ يا رجل الواصل ليس كالمكافئ، يا رجل الأمر أمر دين، يا رجل الأمر مش أمر شخصي بالشخص، أصل الشخص هذا في نهاية الأمر افعلوا ما فعلتوا، اشتموا أو بجلوا أو وقروا أو طوفوا حول قبره، في القيامة سيعرف مكانه، في القيامة سيعرف مكانه، هذا الأصل الأصيل. فهنا قال لهم أيكم تطيب نفسي، استدل به العالم النحرير النسائي بأن الإمامة يتقدمها أهل الفضل وأهل الكرامة وأهل العلم، ولذلك كان أبو بكر هو أعلم الصحابة على الإطلاق، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا احتج مالك والشافعي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم لكتاب الله، قال أعلمهم وأفقههم. والصحيح أنه لو جمع بين الفقه والحفظ وكان أحفظ لا تقدم، وإن كنت أميل لقول الحنابلة أن أقرأهم، التفسير الصحيح لها هو أحفظهم، لعمر بن سلمة كان كذلك وكان أصغر القوم. الفوائد المستنبطة: معرفة الفضل لأهل الفضل لا تكون إلا من أهل الفضل. هذا الحديث دليل لمن قال بأن أهل الفقه هم الذين يعني يقدمون، هم أقرأ الناس. أبي بكر في الأمة، فضل أبي بكر في الأمة. لو في أسئلة تفضلوا إن سمحتم. عجيب جدا أن ترى هؤلاء الجهلة يفعلون ذلك ويتكلمون بهذا الجهل، وبعد ذلك تراهم فيهم الجهل. الجهل هو، الله يرضى عنك يا شيخ شريف، رفع الله بك، أنت الذي ابتدأت هذا الخير، شكر الله لك هذا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن يتعاون على البر والتقوى ويبحث بحثا حثيثا على الدفاع عن السنة وأهل السنة. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.